السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم غنحضروا بصيلة بشكل مختلف، ما غنحتاجوش ورقات بصيلة، غنستعمل فقط عجين بسمن وحتى من الحشوة كذلك، واحد الحشوة رائعة بمذاق الشاورما وكتجي لذيذة. هاد البصيلة ومرقة كأنكم حضرتوها بورقات بصيلة، يتبعوا معي المراحل خطوة بخطوة حتى الآخر، غتجيكم هائلة ولذيذة بزاف. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة لمقادير الحشوة تاع الخضر كيف ما تلاحظوا، بالنسبة لهاد البصيلة اللي كتجي رائعة ولذيذة بهاد الخضر. بالنسبة للخضر عندنا الشعرية الصينية، عندنا 100 غرام كنقطوها وكناخذوها كنوضعوها في الماء كنتركها تقريبا الماء سخون يكون ساخن 4 دقائق حتى 5 دقائق، ومن بعد كنصفيها وكنستعملوها. يعني انا جوج ديال تخريفين تاع الكره الخضراء جوج كنبشرهم على هذا الشكل، عندنا جوج خيزوات كبار كنبشرهم على هذا الشكل، جوج الفص تاع الثوم، جوج معالق كبار تاع قزور المعدنوس، فلفله واحده قطعناها هذا الشكل، بصل كبيره قطعناه على هذا الشكل، الملح، سكنجبير تقريبا نص معلقه صغيره، معلقه كبيره معلقه صغيره كذلك ديال التحميره، الفلفل الحلو، عندنا نص معلقه صغيره ديال الابزار، الفلفل اللي هو الابزار، انا هنايا السودانيه نص ملعقه صغيره. بسم الله. كناخذ هذا المقلاه كنصبوا فيه هذا البصل وتنتركوا هذا البصل حتى تدبل لينا مزيان وتتقلى هذا الشيء، وكنديروا الزيت جوج معالق حتى ثلاثه المعالق وتنتركوها حتى تتقلى لينا مزيان، وكنديروا الملح، دائما الملح حسب الذوق، كنديروا الثومه بعد ما بشرناها صبحت على هذا الشكل، وتنتركوا هذا البصل تتذبل لينا. بسم الله. بعد ما تقلات البصل كنديروا الفلفله وتنتركوها كذلك كتقلى بعض الشيء، من بعد كنتركوها كتقلى وكنصبوا العطريه، هذا البزار، سكنجبير، ميرا، سودانية. دائما هاد بالنسبه لهاد الخضر كندوقوها ما تطيبش لينا مسوسه باش ما تجيناش باسله. بعد ما تقلات البصل والفلفله بهذا الشيء كنزيدوا واحد جوج معالق ديال الماء على هذا الشكل، من بعد كنصبوا الجزر كنشوفو القرعة الخضراء على هاد الشكل، راه كتجي هاد الخضر كتجي لذيذة وبنينة بزاف، وتنتركو الكل تيتقلى لينا وكيطيب. بالنسبة لهاد الخضرة راه هي كطيب ماشي ما كتستغرقش الوقت، كنجيو الكل على هاد الشكل وكنتركوها حتى تتدبل وتطيب لينا. بسم الله. الان كناخذ الشعريه الصينيه كناخذ الماء تيكون طايب كنصبوا عليها الماء طايب وتنتركوها تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق، كنصفيوها. بسم الله. بعد ما مرات 4 دقائق الان كنحاولوا كنصفيوها هذه الشعريه وكنتركوها جانبا وغادي نقطعها قطع قطع صغيره. بسم الله. بعد ما تركنا الشعريه حتى تسقرات لينا مزيان الان كنحاولوا نقطعوا قطع صغيره وتنتركوها حتى نديوها مع الحشوه الاخرى. بسم الله. بعد ما تقلات الخضر وطابت وتشحرات ما بقاش فيها الماء كنضيفوا قزور المعدنوس وكنطفي عليها النار وكنتركوها جانبا. بسم الله. بالنسبه مقادير ديال الدجاج ولا صوص ديال الدجاج والقوام اللي غنديروا في هذا الدجاج، هنا القوام ديال الشاورما راه كتجي بنينه هذه البسطيله ولذيذه. عندنا هنايا 400 حتى 500 غرام ديال الدجاج مقطع صدر على هذا الشكل، عندنا جوج معالق كبار ديال ياغوت طبيعي، عندنا جوج معالق كبار ديال لاصوص دو سوجا كثيفه، عندنا جوج دص ديال الثوم، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، فلفل حلو، عندنا هنا الزيت، معلقه كبيره ديال لاصوص حاره، بالنسبه لهادو حاره اللي كيبغي الحار كيدير معلقه كبيره، اللي ما كيبغي يدير معلقه صغيره، ولكن كيجي لذة بنينه بزاف.
جمع كبار تاع عصير ديال الحامض. بسم الله كناخذ هذا الدجاج كنديروا فيه القوام ديالو وتنتركوه ترقد باش ما تركناه على الاقل يرقد ساعه كيجي لذيذ وبني. بسم الله كناخذ هذه الصوجه نصوص الصوجه راه كتجي لذيذه وراه هي بالنسبه راه صحيه. سولوا عليها الناس بزاف سولوني عليها راه صحيه. الصوجه عندنا الثومه كذلك بعد ما بشرناها سكنجبير تحميرة الفلفل الحلو لصوص حارة هي كتجي لذيذة وبنينة. الحامض كنلبسو هاد المكونات مزيان وتنتركو هاد الدجاج حتى يشرب لينا هاد القوام مزيان راه كيجي لذيذ واحد النكهة فيه رائعة بزاف وبنينة. بسم الله بعد ما تركنا الدجاج حتى رقدينا تقريبا تركتو ساعه واللي بغى يوجدو بكري يوجدو تقريبا ساعتين ثلاثه السوايع مزيان كيجي كيزيد بنا على بنا. كنصبو الزيت تقريبا جوج معالق حتى ثلاثه المعالق وكنصبو فيه هذا الدجاج وكنبقاو هذا الدجاج كنقليوه مزيان في المقله حتى تيشرب لنا هذيك البنه وديك البنه. وكنضيفو واحد القليل من الملح غير قليل ما كنكثروش لان حتى تيطيب لينا حتى ندوقوه لان هاد الصوجه راه تكون تقريبا مالحه. وكنبقاو كنتركو حتى تيتقلى لينا مزيان باش كيجينا بنين ولذيذ. بسم الله بعد ما تقلى الدجاج بحال هاد الشكل كيجي لذيذ وبنين كنطفيو عليه الماء وكنتركوه جانبا حتى نزجو مع الحشوه الاخرى. بسم الله بعد ما اصبح الكل جاهز الان غادي نمزجو جميع المكونات. كنديرو الشعريه الصينيه بعد ما قسمنا على هذا الشكل قطع صغيره. بعد ما وضعنا الشعريه الصينيه نصبو قطع تاع الدجاج خضر وكنمزجو الكل. بسم الله بالنسبه لمقادير العجين كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الفرص اي دقيق الرطب ما يعادل تقريبا جوج الاكواب. انا هنا 100 غرام الدقيق القمح فينو 100 غرام تقريبا كاس كوب واحد قليل من الملح راس معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات راس معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز السكر الخشن معلقه صغيره. بسم الله نبداو على بركه الله. كنصبو الدقيق الفرص الدقيق الرطب فينو قليل من الخميره ملح سكر خميره ديال الحلويات كنجمعو بالماء ما تيكون شويه دافي وصافي عادي. بسم الله على هذا الشكل ما كنصبوش مره واحده لان العجين ما بيناهاش تكون خفيفه. بعد ما جمعنا العجين صبحات العجين على هذا الشكل كنحاولوا ندلكوها حتى تولي لنا رطبه كندلكوها مزيان. هذا العجين جبنا تقريبا كاس كوب ديال الماء تقريبا 200 مليلتر ودائما حسب العجين لان كاين الدقيق اللي كيشرب. بالنسبه ليا راه استغرق ليا الماء 200 مليلتر كوب واحد. والان كنحاولوا ندلكوها باش ما دلكناها كتجي مزيانه كتجي رطبه. بعد ما دلكنا العجين مزيان صبح لهذا الشكل صبح الطب هانتوما كتلاحظوا. الان غادي نقسموها خمسة الكويرات متساويه تقريبا بسم الله. بعد ما قسمناهم خمسة الكويرات الان كنكورهم على هذا الشكل وتنتركهم جانبا. بسم الله تنتركهم تيستراحو تقريبا 5 حتى 10 دقائق. كنوضعو في هاد الصحن كندير عليه شويه ديال الزيت قليل من الزيت مكنكتروش الزيت وكنغطيوهم تنتركوهم وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. بعد ما كورناهم صبحو على هاد الشكل كندهنوهم من الفوق بقليل من الزيت وكنغطيو عليهم
باش نمرتاهو كيساعدونا انه كيتسرحو مزيان وكيتورقو مزيان. الان نغطيو بالبلاستيك. بسم الله. بعد ما ارتاح العجين كناخدو جوج كويرات، بالنسبه لهذا كناخدو جوج كويرات، ومن بعد عندنا هنا الزبده مذابه، دقيق القمح، هنا الزيت كنغنوريكم. ناخذ جوج كويرات فقط وغنعطيكم جانب. بسم الله. ندير واحد شويه ديال الدقيق في هذا الشكل، كنديرو كذلك الزبده، كنديرو الدقيق باش تنستحكمو تجينا هاد الورقة مرقة. كنحاولو نسرحوها بهاد الشيء مزيان. بعد ما سرحنا هادي بهذا الشكل، كنديرو كذلك شوية الزيت، كنمزجو بين الزيت والزبدة، كنتركو على هاد الشكل. كناخدو الكويرة كذلك الأخرى، كنديرو شوية الدقيق من التحت على هاد الشكل، وكناخدو تنسرحوها بشوية ديال الزبدة، وكنبقاو كنسرحو فيها مزيان. يمكن لي داري غير الزبدة بوحدها، ولي باغي يمزج بين الزبدة والزيت، لأن هذا الزيت الزيتون كتجي واحد النضة بنينة ولذيذة. بعد ما سرحناها كنديرو شوية الزيت على هاد الشكل، وكنديرو الدقيق، كنديرو الزبدة، كنخلطو، كنديرو وحدة فوق وحدة، وكن الآن بعدا نديرو وحدة فوق وحدة، كنحاولو نديروها الآن نمرو باش كنسرحوها، كنبقاو نسرحوها حنا كنقدوها حتى تصبح لينا تقريبا كبيرة. كنسرحوها بالزبدة بشوية الزيت، كنمزجو بين الزبدة والزيت، الزبدة كذلك باش تجينا مرقة بهذا الشكل. بعد ما سرحناها صبحات على هذا الشكل، كناخدو طاوة كنلبسوها في الورق الغذائي على هذا الشكل باش نوضعو فيها العجين ديالنا. كنسرحو فيه على هاد الشكل، كناخدو كنديرو الورق الغذائي باش ناخدو الشكل ديال الطاوة، وكنعاودو نوضحوها مزيان. حنا كنسرحو كنقادو. بسم الله. كناخدو الآن حشوة كنديرها في الوسط هذا الشكل، كنحاولو كنقادو فيها، كنديرو نصف الكمية تقريبا، كنحاولو نسرحوها. بعد ما درنا نصف الحشوة كناخدو هاد الجبن، بالنسبة لهاد الجبن اختيار، ولكن كيجي لذيذ وبنين بزاف، كنحاول نديرو أنا في الوسط بعد ما بشرطو الجبن حسب الذوق. كنديرو فلوس باش كيعطينا واحد اللذة، واحد النكهة رائعة، نتوما كي كتلاحظو الشكل كي كيجي. كنحاولو نسرحوها، كنضيفو كمية متبقية وحنا كنسرحوها مزيان. بعد ما سرحنا الحشوة على هذا الشكل، الآن غادي نحاولو نجمعوها. بسم الله. الآن كنحاولو نجمعو العجين، كنجمعو العجين واخا أنه كيتقطع لينا، نسلحوه مزيان لأن باقي غادي نديرو قطب سطيلة ورق العجين الآخر. حنا كنجمعو نحاولو نجبدوه الوسط بهذا الشكل، كنبقاو حتى كنغطيوها مزيان.
بعد ما جمعنا العجين تنطقوه جانبا حتى تنسرحو العجين الاخر. بسم الله، الان كناخذ هاد ثلاثه الكويرات كنبقاو كنسرحو فيهم على هذا الشكل، كنحاولوا نديرو شي دقيق وكنسرحو مزيان، كنحاولوا نسرحو على هذا الشكل، كناخذ شويه الزيت نفس الشكل اللي سرحنا في الاول غنسرحو في الثاني، نحاول كذلك نسرحو الاخرى على هذا الشكل تقريبا نفس الشكل. بعد ما سرحنا الكويرات كلهم على هذا الشكل كنديرو وحده فوق وحده، نقدوهم باش نسلحوهم، نسلحو الكل مزيان بشكل حجم واحد، وكنبقاو كنسلحو فيها. حنا كنسلحو حنا كنقادو تيجينا الشكل شكل واحد. بعد ما سرحنا العجين صبح على هذا الشكل كناخدو كذلك صينيه اخرى وكنوضعو فيها الورق الغذائي بالنسبه لهذا الشكل باش تسهل عليكم العمليه حتى المبتدئات اي واحد. كنوضعو فيها هاد العجين تنحاول نسرحوها وكنصيبوها كيف درنا الأولى تتاخذ الشكل نتاع الطبق. بسم الله، بعد ما سرحنا العجين على هاد الصينية الان كناخذو هادي وكنوضعها فوق الاخرى. بسم الله، بعد ما قلبنا البسطيله نحاول نقدوها لوحدي، نحاول معها كتجي هاد الشكل، كنحاولو نغطيو كذلك كنحاولو بشويه بلاتي احسن. الان بعد ما جمعنا لها الجوانب وكديناها على هذا الشكل الان غادي نوضعها فوق الطاوه فاش غادي تطيب. الان بعد ما طوينا الكل على هذا الشكل كناخذ هذه الطاوه كندهنوها بالزبده وكنوضعوا فيها باش نقلبوا فيها. بعد ما سرحنا على هذا الشكل كنحاولوا كندهنوها بعض الشيء بالزيت، واللي بغى يدهن بالزبده يدهن. كنحاولوا نقدوها الى بينا نعاودو نسرحوها ونسرحوها على هذا الشكل وندهنوها مزيان بالزبده، وكنحاولوا بالنسبه كنثقبوها لان باش ما تنفخ لينا. هو الشكل ديالها كي كيجي اللي بغى يدير الزبده، بالنسبه ليا دار الزيت كنحاولوا نثقبوها على الشكل كوردون، ممكن ديال الفرشيط. والان دخلوها الفران، الفران سبقنا سخناه مزيان حتى تيسخن وكنقصو عليه العافيه وتطبخو النار متوسطه وتنتركها تطيب مزيان. بعد ما خرجنا البسطيله من الفرن كتجي على هذا الشكل، كتجي مرقه ولذيذه وبنينه. كنتمنى تعجبكم، وغادي تعجبكم هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.